مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الحقيقة كما هي، وإلى عناوين هذه الحلقة. إن القوة العسكرية للتحالف نفذت يوم الخميس الماضي عملية لإعادة الانتشار في منطقة الساحل الغربي. لماذا انسحبت القوات المشتركة من مواقعها وماذا يعني إعادة التموضع؟ ميليشيات الحوثي تجبر الرجال على ارتداء ملابس النساء لاستخدامهم في أعمال إجرامية. هذا أهلا بكم مشاهدينا الكرام. فجأة ودون أي إعلام أو إعلان أو تنبيه، انسحبت القوات المشتركة من بعض المواقع المتقدمة من داخل مدينة الحديدة وبعض مديرياتها. لماذا انسحبت؟ ومع من رتبت؟ وكيف نسقت لذلك؟ وهل هو انسحاب أم إعادة تموضع كما قيل؟ أو كما أطلقت عليه، لماذا لم تمهد مع هذه القوات المتقدمة؟ كيف مهدت إن كانت مهدت؟ ما موقف هذه القوات المتقدمة من هذا الانسحاب؟ أسئلة كثيرة تدور في ذهنية كل إنسان يمني عاش هذه اللحظة المريرة والمؤلمة خلال الأسبوع الماضي. ما سبب هذا الانسحاب؟ وما تبعات هذا الانسحاب؟ وهذه الدماء التي سالت وتسببت بها هذه العملية الانسحابية أو إعادة التموضع كما يقال، كيف يمكن التعامل معها؟ وما رأي القوات حينها في الميدان؟ تعالوا نتابع معكم المشهد من أول يوم تحدث فيه الناس أو بعض الناس أو بعض المواقع أو تم تسريب بعض الأخبار عن عملية التموضع أو الانسحاب كما يطلقه أو يطلق عليه بعض الناس. تعالوا نسمع. نفت القوات المشتركة ما روجته بعض وسائل إعلام مغرضة بأنها انسحبت من الحديدة. قناة اليمن اليوم زارت أبطال القوات المشتركة المرابطين بالساحل الغربي. كلما روجت له وسائل الإعلام الحوثية بأن قوات المشتركة قد انسحبت فهذا ليس صحيح. فإحنا موجودين في موقعنا، أفراد اللواء الثامن عمالقة موجودين الآن هنا في مديرية التحيتة، وما زلنا ثابتون، وأننا ثابتون ثبات الجبال راسخون، وأننا مستعدون لتطهير هذه المناطق من الميليشيات الحوثية. هذه هي منطقة الزبيب كما تشاهدوا، والقوات الآن على طول المنطقة على طول الشريط الساحلي مسيطرة، وكلما قام بالإعلام من جانب الحوثي وترويج فإن كذب وليس له أساس من الصحة. ونحن الحمد لله اليوم في مواقعنا وتحت أوامر القيادة وتحت ما تقوم به الحكومة الشرعية في السويد، ونحن مستعدون لأي أوامر تأتينا من القيادة المشتركة. ونحن كما تشاهدون الآن هذه منطقة الزبيد، وهذه المناطق التي من حولها، وهذه الجبال التي تعلو عليها من منطقة الذمار، وهذه الحديدة. والحمد لله المواقع لا تزال موجودة، والقوة لا تزال، بل الدعم قادم، والعربات كانت متقدمة إلى الساحل الغربي وروجوها بعض المروجين بأنها انسحبت وبأنها تركت المواقع، وهذا كله كذب وليس له أساس من الصحة. لحنا كل من ضد يروج بهذه الأخبار الكاذبة أننا انسحبنا من مواقعنا ومتارسنا، نقول لهم أننا ما زلنا باقين وصامدين حتى يغادر آخر جندي من هذا الشراذم الحوثية المجوسية، وأننا صامدين وصابرون ومحتسبون إن شاء الله. نأكد لكم أننا لازلنا في هذا المتارس وثابتون بفضل الله، ثم بفضل هؤلاء الشباب المجاهدون الذين نحن اليوم ثابتون. ولا تسمعون بهذا خبر الحوثي الذين اليوم ينشرون عبر الانشارات
وكما تشاهدون هذا المواقعنا وهذا الافراد، ولازلنا اليوم داخل هذا المواقع، ونقول لكم ونأكد لكم أننا إن شاء الله ثابتون حتى آخر قطرة دم من دمائنا. أولا كل التقدير، كل التحية، كل الإجلال لهذه الروح اليمانية المقاتلة، لهؤلاء الأبطال الأشاوس الذين تحملوا كل الصعاب وعاشوا أصعب مراحل المواجهة مع ميليشيات الحوثي في هذه المناطق المتقدمة. هناك ضغط كبير كان على هذه القوات خلال كل السنوات الماضية لا يعلمه الكثير من الناس. كانوا يقاتلون ليل نهار، ميليشيات الحوثي لم تتوقف من محاولات الاستهداف والتموضع كما يقال. ميليشيات الحوثي منيت بخسائر فادحة خلال كل سنوات المواجهة، الذي أوقف هؤلاء الأبطال في هذه المواقع وجعلهم لا يتقدمون. تعلمون جميعا هي بريطانيا، أمريكا، الدول العظمى الذين لا يريدون أن يكون هناك انتصار حقيقي وكامل على الحوثي. واضح، أصبحت واضحة المسألة تماما. وقفوا، صمدوا، حافظوا على مواقعهم. لم يستطع الحوثي خلال كل السنوات الماضية استعادة موقع، وكان مهزوم وخاسر ومندحر ومنكسر في كل خطوة أو في كل تقدم أو في كل محاولة لعمل استحداث أو تقدم أو شيء أو مواجهة خلال الفترات الماضية. هناك شهداء، هناك دماء، هناك الكثير من الجهد بذل، الجهد اللوجستي، الجهد الدفاعي، الجهد الأمني، الجهد الميداني، الدعم، أشياء، الخسائر، أشياء كثيرة كانت حاضرة. لكن هذا لا يبرر ألا يعني مثل هذا الذي حصل. يجب أن نكون حاضرين مع هذه التضحيات، مع مشهد هذه المواجهات، مع مشهد هذه الروح، ألا تنعكس مثل هذه القرارات على نفسية هؤلاء الأبطال الذين كانوا على أطراف وعلى أعتاب وداخل مدينة الحديدة، وفجأة يتم سحبهم في اليوم الثاني من هذا التقرير. كثير من النقاط تحتاج إلى حلقات وحلقات واتصالات وتساؤلات، كثير من النقاط في هذه الحادثة وفي هذا الحدث بالتحديد. ولكن القيادات السياسية، القيادات التحالف، قيادة القوات المشتركة، الحكومة تحاول أن يعني أن تتجاوز الذي حدث بما حدث بعده من متغيرات. لجنة الارتباط الخاصة بالحكومة أصدرت بيان أنها لم تكن على علم بما حدث، وهذه إشكالية حقيقة يجب أن نواجهها. يعني من الذي اتخذ القرار، ولماذا اتخذ القرار، وكثير من التبعات وعلاقة ذلك بالميدان وترتيبات اللوجستية والتواصل الميداني. أشياء كثيرة كانت بحاجة لإعادة تموضع حقيقي كما يقال. هذه القوات عندما تنقل 100 شخص بعرباته مثلا، 100 شخص وليس 1000 وليس آلاف، أين ستنقل؟ ما هي المقرات التي سيصل إليها؟ كيف سيتم توزيعهم؟ طبيعة، يعني أسئلة كثيرة 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 جدا تدور في ذهنية الناس. لكن دعونا مشاهدينا الكرام، في كثير من الجزئيات يجب أن تكون واضحة لدى الناس. نحن انتصرنا على ميليشيات الحوثي خلال الفترات الماضية، وصلنا إلى شارع 50 وإلى أسوار جامعة الحديدة وإلى ما بعد كيلو 16 وإلى المطار وإلى مدينة الصالح، شيء جميل. لكن فجأة تم يعني استخدام كل ضغوطات العالم
التي لم تستخدم إلا في معركة الحديدة حتى يتم إيقاف تحرير الحديدة، والتي تعتبر الشريان الرئيسي لتعزيز الحوثي بما يهربه من سلاح وصواريخ وطائرات مسيرة وغيرها. هناك موقف عسكري يحلله بعض الناس، بعض العسكريين، هناك موقف معركة متوقفة شبه متوقفة، هناك تدخل دولي بعدم فتح هذه الجبهات لا اليوم ولا غدا ولا في المستقبل، إذن لابد من حل. هناك يعني شبه إجماع من قيادة التحالف والحكومة الشرعية بعدم التراجع عن اتفاق ستوكهولم المشؤوم الذي من بعده خسرنا في جبهات مختلفة، أثر علينا، لم نستفد من اتفاق ستوكهولم أي شيء، الحكومة الشرعية ودول التحالف لم نستفد، أعطوني ما هي الاستفادات التي استفدناها من لا شيء، سواء أن الحوثي كرس جل جهدي في جبهات أخرى وسحب كثير من أفراده لمواجهتنا وقتل اليمنيين في جبهات أخرى واستعداء وعمل على تغيير ذهنية الناس في صنعاء والمناطق التي يحتلها، يعني كأنه أعطيت له مساحة من العمل خلال الخمس سنوات أو الثلاث سنوات. هناك من العسكريين من ينظر بمنظور آخر غير المنظور الذي يراه البسطاء ونراه أحيانا بعض الإعلاميين أو المحللين، يرى أن وجود القوات في هذه الأماكن يعتبر خطورة لها، استمرار بقائها يعتبر كلفة كبيرة، كلفة مادية وكلفة بشرية، ولا جدوى من بقائها في هذا الشريط الذي لا يتجاوز 2 كيلومتر بمساحة 70 أو 80 أو 90 كيلومتر، بحاجة إلى يعني يقظة دائمة ومستمرة ومجهدة ومكلفة ومتعبة، لابد من إعادة التموضع ولابد من إيجاد مساحات معينة للحركة وعمل يعني الخطة باء كما يقال. تعالوا نسمع بعض هذه التحليلات. وقلنا أن القوات المشتركة أصبحت أهدافا سهلة لحرب عصابات تشنها القوات الحوثية على طول هذا الشريط الذي يمتد حوالي 200 كيلومتر، وبذلك أدخلت نفسها القوات المشتركة في حرب استنزاف وحرب عصابات تشن ضدها من قبل القوات، وهذا الذي دفعها الآن إلى الاعتراف بخطائها والانسحاب إلى منطقة بإمكانها أن تدافع بشكل جيد عنها، وهي المنطقة ما بين حيس ومنطقة الحيمة، وسنلاحظ ذلك. إذن هذه الانسحابات التي جرت يوم أمس اتجهت جنوبا نحو منطقة الخوخة، كانت تدافع في التحيتة وفي الدرهمي ومنطقة الصالح والكيلو 16 وفي منطقة المنظر القريبة من المطار. كل هذه المناطق على مسافة 70 كيلومتر تنسحب منها القوات المشتركة، وهي التي باللون الأحمر هذه المنطقة تتركها في يوم واحد وتنسحب تجاه منطقة الحيمة لكي تدافع ما بين حيس والحيمة، تنسحب وتترك أكثر من 70 كيلومتر للقوات الحوثية التي كانت تقاتل من أجل السيطرة على الدرهمي لعدة أشهر، ولكن اليوم تسيطر على كل هذه المناطق وبدون قتال. هذه بعض يعني تحليل من التحليلات العسكرية التي ربما قد تكون يعني جزء منها حقيقي. كثير أيضا استمعنا لكثير من المحللين العسكريين وتحدثوا عن جزئيات عسكرية لا يفهمها الآخرون، البسطاء العاديين، المحللين السياسيين الذين يتكلمون في السياسة وليس لهم علاقة بالميدان وما يدور في الميدان وأحداث الميدان اليومية. أنت ممنوع أن تتوسع، يعني أنت الآن جالس في منطقة كيلومتر مربع والآخر يمتلك 10 أو 20 كيلومتر مربع حولك، يستطيع أن يتحرك بكل سهولة، وأنت ممنوع أن تتحرك أو أن تتمترس بطريقة يعني مستحدثة بحيث تحمي كل تحركاتك. صبرت السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، 2018 يعني. لابد من حل، لابد من حل حقيقي يوقف أو يعالج هذه المسألة، ويكون هناك مكاسب.
ما هي المكاسب السياسية التي يمكن أن تأتي ثمارا لهذا التموضع، لإعادة هذا التموضع؟ كيف يمكن أن نستثمر هذا الانسحاب الذي أجبرنا؟ يعني أنت يجب أن تعمل شيء من أجل أن لا تفقد شيء آخر. يعني الآن هناك ضغوطات عليك دولية بعدم المعركة، بعدم فتح هذه المعركة. إذن أنا يجب أن أعمل خطوة أولا تحميني عسكريا، وأيضا أستفيد منها سياسيا. الميليشيات الحوثية معروف أنها كما يقال أنها إيش قالوا خلال الفترة الماضية، أنها نزعت الريوس، يعني لا تتوقف. شيء طبيعي، شيء طبيعي أن الذي يتوهم أن السلام سيأتي من أن الميليشيات الحوثية ستكون شريك في السلام، هذا غبي لا يفهم شيء. الذي يتوهم أن الميليشيات الحوثية يمكن أن تقبل بالتعايش، هذا مجنون. الذي يتوهم ويقول أن الحوثيين هم وطنيين، هذا غبي ولا يفهم شيء. الحوثيون يعملون لصالح أنفسهم ولصالح إيران، واضح، ويقولون أن هذا سيدهم وأن هذا قائد ثورة مش عارف إيش، زي ولاية الفقيه، نقل التجربة الإيرانية في اليمن والسيطرة على كل مكامن الدولة بكل مفاصل الدولة، سيطرة على التجارة، سيطرة على المال، سيطرة على 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 مؤسسات الدولة، على الوظيفة العامة، سيطرة على كل شيء. أنت مستعبد، ستكون مستعبد في هذه المناطق. لكن في ناس لا يفقهون، لا يعلمون، في آذانهم صمم وعيونهم عمى، لا يعرفون الحقيقة وما يدور وما يرتب الحوثي من إجرام و يعني مستقبل مظلم لهم ولأجيالهم، ويقاتلون من أجل صيده. واستغفر الله العظيم، هذه الألفاظ التي لا يستحب ذكرها على الهواء، أن يصطفي الإنسان نفسه عن الآخرين وهو والآخرون عبارة عن عبيد له. تعالوا نتابع ردة الفعل من الطرف الآخر المجرم المتغطرس، والكارثي الذي حصل على المناطق التي تم منها الانسحاب أو إعادة التموضع كما يطلق عليه. بداية من الحديدة، حيث أفادت مصادر عسكرية أن ميليشيا الحوثي تواصل سيطرتها على مواقع انسحبت منها القوات المشتركة جنوبية المحافظة. وقالت المصادر ليمن شباب إن مواجهات تشهدها المناطق التي رفضت قوات الألوية التهامية الانسحاب منها جنوب الدريمي والتحيتة. المصادر أوضحت أن القوات المشتركة رفضت إمداد القوات التي انخرطت في القتال ضد الميليشيا بالذخيرة. وقالت مصادر ميدانية إن ميليشيا الحوثي سيطرت على مصنع إخوان الثابت والشجيرة ومنظر وكيلو 16 والطائف والنخيلة التي جرى منها الانسحاب وسط غموض يحيط بتلك التحركات، ودون أي تصدر أو دون أن تصدر الحكومة أي بيان إزاءها. يعني الميليشيات الحوثية ما صدقت أن هناك أرض مفتوحة، واستولوا على هذه الأرض المفتوحة بدون أي خسائر، ويلا وهتافات، وإنه التأييد الإلهي قالهم، وإنه الجماعة عميت على أبصارهم، وأن هذا يعني دعم من السماء، يعني وأناس من الجهلة يصدقون ويقول شوف كيف هذا تأييد إلهي، يعني خليهم هؤلاء الناس ينسحبون وسلموا لنا الأرض، لأننا باقي شوية وبنستلم الأرض كلها، نحن الآن ملوك يعني أوصياء الله على هذه الأرض. ويوصلون الناس الذين يستمعون إليهم يوهمونهم أنهم سيحتلون البيت الأبيض. هم يعلمون أنهم إذا أرادت أمريكا أن تتخلص منهم بكرة سيتخلص منهم بكرة، وأنه لولا الفيتو الأمريكي والبريطاني والأوروبي وغيره من الفيتوهات التي حدثت خلال الحرب لكنا خلصنا، وأنه إذا هناك أي تهديد استراتيجي على ميليشيات الحوثي لانصاعت لأقرب فرصة للسلام. لكن الآن ما غير مهدد، الآن استراحت تماما خلال فترة الماضية. ما خسرته الميليشيات الحوثية خلال الفترات الماضية من حربها في مناطق الساحل الغربي الكثير، لم تحقق شيء، وكانت صفعات تلو الصفعات تتلقاها هذه الميليشيات الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة
وهزمت شر هزيمة في كل مناطق الساحل الغربي. لم تستطع خلال سنوات الماضية استعادة أو الانقضاض على أي موقع. كل التحية كل التقدير للضباط والقادة والصف والأفراد والمقاتلين والمقاومة على كافة أصنافها في الساحل الغربي. كل من يطلق رصاصة ضد ميليشيات الحوثي نرفع له القبعات ونقبل يديه ونقبل التراب التي تدوس عليها أقدامهم. حقيقة ما الذي حدث بعد ذلك؟ كيف بعد أن دخلت ميليشيات الحوثي في هذه المناطق؟ أكيد ديدنها وما تقوم به عادة من ترهيب واختطاف وقتل وترويع للناس شيء طبيعي. هذا في 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 عقلها في 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 نشاط وأداء وسلوك هذه الميليشيات منذ أن خرجت من الكهوف من صعدة. لا تؤمن بالتعايش وتؤمن بقمع الناس وإهانة وإذلال الناس. موجات نزوح كبيرة ووضع إنساني متفاقم تشهدها مناطق في الساحل الغربي على وقع التطورات العسكرية في المنطقة. الأمم المتحدة أعلنت نزوح 6,000 شخص إلى مدينتي الخوخة والمخا جنوبي محافظة الحديدة من المناطق التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي مؤخرا عقب عمليات الانسحاب التي شهدتها تلك المناطق. جاء ذلك في بيان بشأن آخر مستجدات الأوضاع والآثار الإنسانية في الحديدة وساحل البحر الأحمر صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن أوتشا، والذي وصف الوضع هناك بأنه ما يزال مضطربا للغاية مع التقارير الواردة بالاشتباكات العنيفة على طول خطوط السيطرة الجديدة. وقال مكتب الأمم المتحدة في البيان إنه عقب هذه التطورات نزحت حوالي 700 عائلة إلى مدينة الخوخة، بينما نزحت 184 عائلة أخرى جنوبا إلى منطقة المخا جنوب الحديدة. ظروف مرعبة يعيشها الأهالي هناك، فبين يوم وليلة وجدوا أنفسهم محاطين بمقاتلين حوثيين وسط ملاحقات واعتقالات يواجهونها، فضلا عن استغلالهم دروعا بشرية وابتزازا للمنظمات الإغاثية. وبالنظر إلى الجهود التي تم توفيرها لاستقبال النازحين إلا أنها تظل دون المستوى نظرا لكثافة النازحين واحتياجاتهم الأساسية، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لإنقاذهم، فهم الآن ما بين مطرقة إجرام حوثي وسندان نزوح للمجهول. هذه إشكالية كان يجب تدارسها عند القيام أو عند تفكير وعند اتخاذ مثل هذه الخطوات. الحكومة بدورها استدركت هذه المأساة والتقت محافظ الحديدة للحديث حول ما يمكن عمله لمواجهة هذا النزوح. أكثر من 6,000 أسرة 6,000 نفر أو فرد أسر أطفال نساء يعني كانوا حالتهم حالة خلال الفترة الماضية، وضعهم بائس نوعا ما، يعني كلهم في تلك المناطق على المعونات وعلى الأوضاع لم تستقر بالشكل المطلوب، حتى الناس يتعايشون مع البيئة والطبيعة ويعودون إلى طبيعتهم إلى أعمالهم إلى أشغالهم فجأة ودون سابق إنذار. حدث الذي حدث، كان هناك اجتماع أيضا بين رئيس الوزراء ومحافظ الحديدة لمناقشة ما يمكن عمله لمواجهة هذه الكارثة. وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الوزارات والجهات المختصة والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة بتقديم كل أوجه الدعم والمساعدات اللازمة للنازحين في المحافظة على ضوء المستجدات الأخيرة. وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن محافظ الحديدة الحسن طاهر على الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين تفعيل التنسيق مع المنظمات الأممية والدولية لسرعة تقديم المواد والمساعدات الإيوائية والغذائية للأسر النازحة. واستمع رئيس الوزراء من محافظ الحديدة إلى تقرير حول الوضع الميداني في بعض مديريات المحافظة في ظل الفراغ الذي أحدثته مغادرة القوات المشتركة لمواقعها
واستغلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية لتوسيع سيطرتها ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين، اضطرار مئات الأسر إلى النزوح هربا من هذه الانتهاكات، مشيرا إلى التنسيق الجاري مع السلطة المحلية والحكومة لتقديم الإيواء والمساعدات اللازمة للأسر النازحة، إضافة إلى المستجدات الميدانية مع استمرار مقاومة ورفض أبناء تهامة للانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري. أشاد الدكتور معين عبد الملك بالمواقف الشجاعة من أبناء الحديدة وتهامة الرافضة للانقلاب الحوثي ووقوفهم في وجه هذه الميليشيات الكهنوتية العنصرية في ظل ما يتعرضون له من ظلم وتمييز وانتهاكات وجرائم بشكل ممنهج، مترحما على أرواح الشهداء الأبرار من المقاتلين الأبطال الذين يقارعون الميليشيات الحوثية في جبهات الحديدة، وآخرهم أركان حرب اللواء الرابع مقاومة هامية العقيد هيثم بري ورفاقه وكل شهداء معارك الدفاع عن الوطن والجمهورية. وأكد رئيس الوزراء أن تضحيات هؤلاء الأبطال ستتوج بالنصر في هذه المعركة المصيرية والوجودية ضد ميليشيات الحوثي ومشروع إيران الدموي في اليمن، مشيرا إلى أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقف وبكل قوة إلى جانب الأبطال في كل الجبهات ضد الميليشيات الحوثية. وقال ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام وليس ضمن أجندتها، وهي مجرد أداة لتنفيذ مشروع إيران الدموي في اليمن والمنطقة. طبعا يعني من الذي سيحدث في قادم الأيام أن الميليشيات الحوثية ستستخدم بعض الأسر الموجودة في هذه المناطق لاستجداء المساعدات، وكالمعتاد استخدامها في حربها وبيعها والسوق السوداء وما إلى ذلك. هي تستغل كل الظروف المأساوية التي يمر بها المواطنون. مواطن عندها عبارة عن سلعة للحرب وسلعة للغنيمة والنهب والسلب، ليس إلا ترى أن وجوده كأنه فضلة من فضلات هذه الميليشيات الحقيرة والمجرمة. تساؤلات كثرت خلال الفترة الماضية، التحالف أين هو؟ هل هو مع هذا الانسحاب أو هذا عدد التموضع؟ لم تصدر بيانات في كثيرة، ما الذي يحدث؟ تساؤلات بدأت، يعني هناك معارك، هناك من رفض الانسحاب، معارك مستمرة في مناطق كثيرة، رجال أشاوس أبوا أن ينسحبوا من بعض المواقع، يعني دليل أن صورة لم تكن مكتملة تماما. بيان التحالف صدر في الأخير لي يوضح الصورة أكثر ويضع بعض الإجابات والنقاط على مثل على هذا الموقف الذي حدث. هذا وقال المتحدث باسم قوة التحالف العام التركي المالكي إن القوة العسكرية للتحالف نفذت يوم الخميس الماضي عملية لأعادت الانتشار في منطقة الساحل الغربي ضمن خطط عسكرية بتوجيهات من قيادة القوة المشتركة. واتهم المتحدث الحوثيين بتنفيذ أكثر من 30,000 انتهاك لاتفاق ستوكهولم. وهل أساساً الحوثة التزموا بأي اتفاق خلال الفترة الماضية؟ ولم يلتزموا ولن يلتزموا. هؤلاء الناس يعني مهنتهم القتل فقط، شعارهم القتل ليس إلا، يعني من هو ضدنا فهو عدونا دائماً، لا يوجد تعايش، لا كما قال رئيس الوزراء في لقائه مع محافظ الحديدة، معارك لم تتوقف. والميليشيات الحوثية كما يقال جزرت خلال الثلاث الأيام الماضية. القوات المشتركة، المقاومة التهامية، العمالقة، حراس الجمهورية لقنوا الميليشيات الحوثية خلال سنوات ويلات العذاب، وقتل كثير من القيادات الحوثية في مناطق الساحل الغربي، ويعلمون تماما ماذا تعني المواجهة في هذه المناطق. واليوم هناك تصريحات للقيادات المجرمة للحوثيين يعني تستشف من خلالها هذا الألم الذي اعتصرهم من هذه الضربات القاسية التي تلقوها في الثلاث الأيام الماضية. كانوا يتوهمون الأمور خلاص، هناك خطة معينة حدثت لأسباب معينة وبتوجهات معينة ولأهداف معينة. معركة مستمرة، وشبابنا وقياداتنا الميدانية لقنت العدو دروسا قاسية. تتغير صورة المشهد بشكل كامل في جبهة الساحل الغربي،
لا هدوء ولا اشتباكات متقطعة، إنما قتال على أشده بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي الانقلابية لليوم الرابع على التوالي. جبهة حيس كانت ميدان المعارك الأعنف خلال الساعة الماضية. أكثر من 20 عنصرا من الميليشيات الحوثية قتلوا وأصيب آخرون في هذه المعارك التي تركزت شمال مركز المدينة. وفقا لمصادر القوات المشتركة، فقد قصفت مدفعية الأخيرة تعزيزات للميليشيات الحوثية وتحركات شمال مركز المدينة، وخاضت مواجهات عنيفة استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. نحن القوات المشتركة والوية العمالقة أفراد اللواء 13 عمالقة، وهذه هي مواقعنا، وهذه هي أمامكم مواقع العدو، وسوف نحرقهم ونطحنهم طاحن مثل ما طحناهم أول أمس سنة، ومنهم أسرى وقتلى وجرحى. التحالف العربي أكد دعمه للقوات المشتركة في هذه المعارك، وقال إنه يدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم، وإن مقاتلاته نفذت 11 ضربة جوية لدعم القوات وحماية المدنيين، قبل أن يؤكد أن إعادة انتشار هذه القوات بمنطقة العمليات جاء ضمن خطط عسكرية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تتواءم مع الاستراتيجية العسكرية لدعم القوات في معركتها الوطنية على الجبهات كافة. وقال المتحدث باسم قيادة التحالف العميد تركي المالكي إن عملية الانتشار اتسمت بالانضباطية والمرونة بحسب ما هو مخطط له، وبما يتماشى مع الخطط المستقبلية لقوات التحالف، بحيث تصبح أكثر فاعلية ومرونة عملياتية للمشاركة في المعركة الوطنية، مشيدا بانضباطية كافة القوات العسكرية أثناء عملية انتشارها وإعادة تموضعها العسكري. العميد تركي المالكي ذكر أن القوات المشتركة قدمت الكثير من التضحيات لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، وأشار إلى استمرار سيطرة الميليشيات الحوثية على الموانئ الرئيسية الثلاثة على البحر الأحمر. المحاولة اصطياد في الماء العكر، هناك أخطاء يجب أن نعترف فيها، هناك إنجازات يجب أن نعزز ونجل هذه الإنجازات، هناك قوات موجودة في الميدان وعلى الأرض، ولا يمكن أن تتهاون في مواجهة ميليشيات الحوثي. ما مستقبل المعركة في هذه المنطقة؟ ما الذي يدور لدى القيادات السياسية والعسكرية والميدانية في قادم الأيام؟ ما هي الخطط؟ ماذا خسر الحوثي خلال الفترات الماضية؟ كثير من التقارير تشير إلى مئات من الميليشيات الحوثية التي سقطت في هذه المواجهات في الثلاث أيام الماضية. قوات التحالف وطيران التحالف تدخل في مناطق محددة هنا، وتحدث عن مناطق خارج نصوص اتفاق ستوكهولم. يعني معركتنا في هذا الإطار وفي هذا المربع وفقا للاتفاق تكون كالتالي، وتم التعامل عسكريا مع هذه الحالات. ناس زعلانين، في ألم، في وجع، في ضحايا، في تبعات إنسانية كبيرة، هذه لا ينكرها أحد، لكن أدوات المعركة، قرارات مهمة، أحيانا قرارات أليمة تتخذ في داخل المعركة، يجب أن ألا نندفع ونسب فلان ونخون فلان ونقف ضد فلان ونستعدي فلان. لماذا كل هذا الحوار؟ ولماذا كل هذا الاستقصاد؟ نقف نقدر الموقف إجمالا، الموقف السياسي، الموقف العسكري، التبعات هذا القرار، كيف يمكن أن نعيد البوصلة إلى طبيعتها، إلى كيف نستفيد منها لا تكون عامل هدم ولا تكون وسيلة ضغط سلبية علينا، يجب أن تكون محفزة لنا. ميليشيات الحوثية الآن تقول أنها سيطرت وتروج منطقة مفتوحة، تم إعادة التموضع إلى منطقة أخرى لأسباب 1، 2، 3. المبعوث الدولي زار المخا خلال الفترة الماضية، والتقى القيادات، قيادة القوات المشتركة، والتقى حراس الجمهورية، والتقى، وكان هناك حادثات، وكان هناك حوار،
وفي مناطق يجب أن يكون وضعها 1 2 3 نستفيد منها سياسيا ونزيل الحمل عسكريا من كاهل هذه القوة التي تصدت لميليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية ومنعت من التوسع وإعادة التموضع في هذه المناطق، منعت من فتح جبهة. إذا لابد من رأي آخر، لابد من توجه آخر، لابد من وضع آخر، لابد من تحريك المياه الراكدة، والذي حدث في الساحل الغربي تم تحريك المياه الراكدة. يقال أن هناك بعض المواقف وأن هناك ما يطلق عليه بأن سيكون هناك سلاك بين قوة المشتركة، قوة الحكومة الوطنية أيضا. هناك الكثير لا يعلم أن هناك قوات خاصة بالجيش الوطني موجودة في منطقة الساحل، وهذه كثير لا يعلمها، لكن لم تؤكد مثل هذه، لم تؤكد حتى الآن، فقط عبارة عن أقوال، عبارة عن حديث هنا وهناك، لكن في قادم الأيام سنرى ما سيدور في ذلك. هناك من يتحدث عن أن هناك في قريبا سيكون في محادثات سياسية، المشهد كيف يدار، كثير من المعلومات ستأتي بها الأيام، ولننتظر سويا. مشاهدينا الكرام، ليست المرة الأولى التي ترسل ميليشيات الحوثي النساء لنقل المتفجرات والألغام اللاصقة إلى مدينة مأرب، وليست المرة الأولى التي تحاول إدخال رجال بملابس نسائية إلى مأرب. هذه الميليشيات امتهنت كرامة الرجال والنساء، واستخدمت النساء والرجال كأحقر حركة عنصرية في التاريخ اليمني والعالمي. لم تمتهن كرامة الناس كما امتهنت خلال الفترات الماضية من قبل هذه الميليشيات التي ترى استعلائيتها على الآخرين. تعالوا نتابع. هذا المسدل مازمك من تحضورك، محمد من؟ محمد علي من؟ عبد الله من؟ الطيابي. ارفع صوتك. محمد علي عبد الله الطيابي من طياب من مديرية ذي ناعم، وكان جاي من خط يافع من أصلاء العدو. الساعة 8 صباحا تم ضبطه في نقطة يفعان بعد التفتيش ووفقنا الله، وفق المجاهدين المخلصين بالقبض على محمد علي الطيابي ومعه مسدس مكروف وبندق شرمه 11 وبندق شرمه نجمه وجعبات قرون 4 4 ومعه 3 قنابل و2 قنابل واحده بلاستيك من هذا الدلسي متفجر 7. هذا الرجل احلازه، هذا الرجل متخفي انفجار عن بعد ومترك. ايوه اين كنت متجه؟ لا ما اعرف لا وين فادي صوته للعبر. ليش بقى تروح مارب؟ ارفع صوتك. ايش معك في مارب؟ ايش المهم اللي ليش بقى تروح هناك؟ تقوم بعملية انتحارية ولا باغتيال؟ كان كيف؟ ليش لبست زي؟ ليش؟ طيب تمشي عادي من جهة الرجال. اتفق مع السواق. السواق هذا منين اتفقت انت؟ طلعك على انك حرمه ولا انك كيف طلعت وانت راكب معه؟ وقال انك مرته. انا اني حرمه. هو ذي يقول هذه زوجتي، قلت مش زوجتك، قال لا زوجتي، وعندما قلت لك طلع يدك طلعت يدك، الا وان بطنك فيه زي الحبله وهي اكياس كمبيوترات و اي خدمات يا فندم. ليش تعملوا هكذا؟ ما هو عيب عليكم انكم مسلمين وعرب؟ يعني من كان يتوقع ان يحصل، طبعا هذه ليست ان يحصل هذا في اليمن. هذه المرة 20 30 50 100 قوات الأمن في مأرب قبضت أو ألقت القبض على عشرات من هذه الحالات.
امتهان لكرامة الإنسان، امتهان للقبيلة اليمنية، امتهان للإنسان اليمني، لإنسانية الإنسان اليمني. أن تجبر الناس على سلوك كهذا السلوك ماذا يعني؟ وأن ترسلهم بألغام لاصقة والقيام بعمليات إجرامية في مناطق، يلا إذا انت راجل في المواجهات واجه. أما هذه الطريقة القذرة وهذه الطريقة الدنيئة هي طريقة إيرانية معروفة يعني. حالات كثيرة من هذه الحالات نتابع وإياكم. علي حسان مليء، علي حسان وافي. نعم الشرفة، الشرفة هي راس بني حشيش هكذا ترجع تنزل الوادينا. ما أنا بنت لا تصدق إني قبل 4 سنين هذا قد مات بالمشري الحواء السدمي، كنت مع أبو حمزة السدمي، هذا كان يسير هناك، كان هناك في تسليح ويجي صانك عند الأمنيين ويحشد بعضهم ناس ويحشد. ما أنا جلست أنا جي 3 أيام هذا بالتالي بندوق من هناك حتى الأمنيين، هناك في رأس النجيل حتى الفنا هذا عبد الحميد الجشاع وأبو شرف من بيت السدمي. أحمد السدمي كان جي سوامات، وعبد الله ناجي، وهذا ذي أبو شرف من بيت عباء، بس هؤلاء واحد من بيت الحتى علي حتى علي ناصر محمد الحتى، هذا في شرع من أول العدوى. أول ما كانش العدوى نجي 16 واحنا كان يصير عندهم، تحولوا هناك في بني عشيش بعدها كان يصير فرضتنا يوفى الجبهة الآخر فالتسليح يعني قالوا فنجس فالتسليح. طبعا يا مشاهدينا الكرام، يعني الحديث في هذا الموضوع مؤلم، استخدام ميليشيات الحوثي للنساء وامتهان كرامتهن بالمئات، الآن بلغن 1500 وكسور، هذا المعروف طبعا، هذا الذي أعلم والذي بعض الأهالي أعلنوا عن ما حدث لبناتهم ونسائهم، وأيضا في وكما تشاهدون هذه الحالات. تعالوا نتابع أيضا تقرير آخر رصد بدقة نوعا ما هذه الإجراءات الحوثية خلال الفترة الماضية بعد أن بنيوا بخسائر كثيرة في المواجهات. أولا أريد أن أؤكد دائما أن هذه الميليشيات لا يمكن على الإطلاق أن يقبلها الشعب اليمني أن تحكمه أو أن تسيطر عليه، وسنقاتل هذه الميليشيات إلى 100 سنة، سيقاتل الإنسان اليمني والشعب اليمني بكل الوسائل متاحة وغير المتاحة، والأيام القادمة كفيلة بذلك. ربما استخدموا بعض النفوس المريضة، استخدموا بعض الناس، قلبوا ضحكوا على بعض الأطفال، حاولوا الآن تحشيد الناس، تعالوا مسكوا بس مواقع في الشواء في بعض الطرقات من أجل أن تحصل على آلي، استغلوا حاجة الناس، استخدموا كل الوسائل القذرة لدفع الناس لهذه المعركة والزج بهم في معاركهم، وهذا استغلال آخر. فأرادوا دخول مأرب متنكرين بأزياء النساء لتشوه ميليشيا إيران كعادتها ما وقر في وعي المجتمع عن مكانة المرأة، وينسلخ مجرموها من كل معاني الرجولة. المحاولة الحوثية للتسلل إلى مأرب عبر ملابس النساء ليست الأولى، ومؤكد أنها لن تكون الأخيرة، فتحت ضغط إيرلو على ميليشياته لإحراز تقدم في مأرب، يحاول الحوثيون إرضاء من يتحكمون بهم فيسقطون في مهاوي الخزي نحو درك أسفل لم يسقط فيه أحد قبلهم. ووفق مراقبين فإن إصرار ميليشيا إيران التي لا مبدأ لها في الأصل على التحرك وفق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة يؤكد ما تكرر مرارا في فلتات ألسنة الدائرين في فلك إيران وكتاباتهم عن كون مأرب العقبة الكؤود التي تحول دون نقل ميليشيا إيران عملياتها بشكل كامل خارج الحدود.
السقوط الميليشياوي الناسف لجميع المبادئ الدينية والأعراف المجتمعية، وكما استخدم لباس النساء ليواري سوءة الإرهاب الذاهب لنسف أمن مدينة تحتضن ملايين المدنيين، سبق له أيضا استخدام النساء أنفسهن لتشكيل خلايا إرهاب وزرع متفجرات. وفي الحالتين وفي سواهما من أشكال الاستهداف الميليشياوي وأساليبه، كان أمن مأرب عند ظن اليمنيين به متيقظا للخلايا النائمة، سابقا لتحركات من ألبس الرجال ملابس النساء واستخدموا النساء خلايا إرهاب لترويع الآمنين وسفك الدماء، وما بين يقظة أمنية لا يوفيها الشكر وعار ميليشياوي لا يمحوه الدهر. يبقى المؤكد أن مهمة تأمين كل منطقة محررة وفي مقدمتها مأرب ليست مهمة الأجهزة الأمنية لوحدها، بل هي مهمة كل مواطن بإمكان معلومة منه أن تفشل مخططات ميليشيا إيران وتنتصر لحياة الإنسان. يسرنا أن يكون معنا أستاذ عبد الله بن هدال عضو مجلس الحوار الوطني. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا مشاهدين قناة عدن الفضائية، وحيا الأبطال المقاتلين في الجبهة، وحيا كل حر يعني يناضل في مواجهة هذا الغول الإيراني. أستاذ عبد الله، يعني كيف واحد يعني يتوقع مثل أن يصل بالإنسان اليمني أن يقع في فخ هذه الميليشيات وتمارس بحق المرأة وبحق الرجل مثل هذه الممارسات اللا إنسانية، وتجبرهم على لبس ملابس النساء وتحميلهم المتفجرات وإرسالهم إلى المناطق؟ كيف تقرؤون مثل هكذا مشهد؟ أخي العزيز، هذا الأحداث اللي حدثت في اليمن في هذا الفترة في ظل هذا الوضع ذي الحوثي يعني يعبث في اليمن وفي اليمنيين وفي أرض الأمة العربية فساد، هذا الأحداث ما قد مرت على اليمنيين في تاريخ اليمن نهائيا. الأحداث هذا يعني مثل هذه الأشياء ما قد مرت في تاريخ اليمنيين نهائيا أبدا. هذه عصابة لا يهمها لا دين ولا يهمها قبيلة ولا يهمها عادات وتقاليد ولا يهمها يعني أرواح الناس ولا يهمها سمعة ولا سمعة بلد. يعني حتى هذا الذي لابسين البراقع، والله أن صورهم منتشرة في اليوتيوب وفي كل مكان، يعني فضحتنا أمام العالم العربي كله وأمام العالم سكان الكرة الأرضية بأكملها. هؤلاء شوهوا الإنسان وشوهوا البلد وشوهوا القبيلة وشوهوا سمعة المرأة اليمنية. المرأة اليمنية ملكة، اليمنيات ملكات، ما هن زي نساء العالم كله. المرأة اليمنية لها خصوصية غير النساء باقي النساء على وجه الأرض، وهؤلاء شوهوها ودمروها وأخربوا سمعتها وقالوها يعني بالله عليك، يعني عندما يلقى القبض على 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 نساء يسوون متفجرة، يعني ما قد جات هذا في اليمن ولا قد يعني فكروا بها اليمنيين ولا فكروا بها حتى اليمنيين في عهد الكفر وفي عهد الغزوات في أيام عادوا ما قد دخلوا الإسلام ما قد فكروا بهذه الأشياء. يعني حولوهم للدعارة، حولوهم يعني امتهنوا يعني هل يا شيخ عبد الله، هل يعني ممكن نقول أنهم يعني هم يستقصدون ممارسة هذا السلوك على الإنسان اليمني، على المرأة اليمنية، على الرجل اليمني لامتهان كرامته؟ نعم، هذا علشان على أساس امتهان كرامتنا. والله نحن الآن الواحد أصبح يستحي يقول، يعني إذا قالوا له هذا أنا إذا حسان يقول هذا يحصل عندكم، يعني كان أحد يلطمني في وجهي. هذولا يريدوا يمتهنونا ويمتهنوا كرامة الشعب اليمني بأكمله. هذه كارثة، هذا يعني تذلي إركاع وسلخ اليمن من 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 جلده ومن هويته. هذا يعني إيران تريد تأمل الوطن العربي. شوف يا أخي، شوف العراق، شوف العراق، شوف كيف حولوا الماجدات العراقيات إلى رقاصات وإلى يعني صاحبات هوى، أصحاب المتعة
يعني شوف المراجع الشيئة الواحد ماسك لها يعني 20 بنت يستثمرهن أمارا من 9 سنوات إلى 13 سنة على أساس يعني ما يكسب فيها أقل حاجة 500 دولار على على إذا واحد يبغى يروح الله يكرمك ويكرم المشاهدين. يعني اليمن يريدوا يحولوه إلى هذه المرحلة، هذه كارثة، نحن في كارثة لا يعلم بها إلا الله. طيب كيف ممكن توعية المواطن في الداخل؟ يعني هل المواطن يعني غافل وغافل عن 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 من يمتهن كرامة الإنسان اليمني والمرأة اليمنية التي كرمت خلال مئات السنوات ولم تهان إلا خلال 7 سنوات الماضية كل هذه الإهانات؟ أقول لك المرأة اليمنية زي قلت لك المرأة اليمنية زي ملكة النحل، ملكة ملكة كانت ملكة في السابق والآن ملكة في داخل بيتها. تمام، المرأة اليمنية ما تخرج ولا تسير ولا توصل لهذه المرحلة من امتهنت كرامة المرأة اليمنية في مناطق ميليشيات الحوثية شيخ عبد الله. نعم، يعني الأخبار اللي توصلنا من هناك يا أخي يشيب الرأس الطفل منها. يعني هذه كارثة، يعني نحن أمام كارثة ما أعظم منها ولا أوسخ منها. وهذول اللي قاتلوا مع الحوثية هؤلاء بلا كرامة ولا رجولة ولا قبيلة، هؤلاء ناس يعني الله سلب عقولهم من رؤوسهم، يعلم الله ما هم بعقولهم نهائيا. ولا والله العظيم لو عادهم بعقولهم ما يروحوا يقاتلوا مع هذا الغول اللي يمتهن حتى النساء. نعم. كيف تنظر لطبيعة المواجهة في بهذه يعني بهذه الأدوات؟ نحن نواجه الحوثي في 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 الميدان ولدينا دماء وأفراد يقاتلون ودماء سالت خلال الفترة الماضية من أجل استعادة الدولة، استعادة كرامة الإنسان اليمني، هيبة الإنسان اليمني، وهم يواجهون بكل الأدوات والوسائل القذرة خلال الفترة الماضية، وها نحن نرى اليوم مثل هذه العاهات. لا أبشرك يا أخي وأبشر المشاهدين أن احنا الآن احنا ما كنا نتوقع فيه بعض الأشياء، ما كنا نتوقع بها مثل النساء ومثل الرجال اللي يلبسوا براقع، يعني ما كنا مركزين عليها خاصة في مارس. لكن الآن لا، أصبحنا صاحيين لهذا الموضوع وعندنا معلومات وعندنا ناس يعني يخبرونا من صنعاء، يعني قال بعضها قبل ما يتحركوا من صنعاء أول ما تتحرك هذا الأشياء يعني تجينا معلومات في مارب ويلقى القبض عليها في أسرع وقت. ونحن في خلال هذا الأسبوع مسكنا يعني عشرات الخونة ومسكنا النساء واللي متلبسين بالنساء، وبشرك نحن صاحين لهم. وإن شاء الله وبإذن الله أن نحن منتصرين وأن الجمهورية منتصرة وأن هذا الفئة الباغية هي لا زوال، وبإذن الله نضع حد لهم من اليوم إلى يوم القيامة. ولعلمك نحن اليمن هم يتكلموا للشعب اليمني ان اليمن يواجه عدوان، نحن نواجه عدوان من قبل 1200 سنه من ايام ما جرسي الى صعده. هذا اكبر عدوان على اليمن واكبر زفق دم في تاريخ اليمن واكبر مهجرين اليمن واكبر. نعم، انا الان نعاني اشد من ما تعانيه فلسطين يا اخي. نعم، اليهود يعني فيهم رحمه وفيهم شهامه وفيهم رجوله، هذا لا رحمه ولا شهامه ولا رجولة، لا مع سجين ولا مع مرأة ولا مع نازح ولا مع شيبة ولا مع مسجد ولا مع حفظ قرآن ولا مع قبيلي ولا مع شيخ ولا مع كل تصرفاتهم يعني مهينة للإنسان، كل تصرفاتهم. وهذا لازم يواجه الشعب اليمني ولازم نواجه كل الأحرار في العالم، يجب أن يقف معنا كل الأحرار في العالم مع هذه الشرذمة الطاغية. نعم. شكرا جزيلا أستاذ. يعني يعرف هذا الأفعال لازم يقف إلى جانب الشيخ عبد الله بن هدال عضو مؤتمر الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة ما قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية. في حلقات قادمة سنتناول مواضيع أخرى بإذن الله، متفائلين بنصرنا على ميليشيات الحوثي بإذن الله، على استعادة دولتنا، على تحقيق العدالة، الأمن، الاستقرار، المساواة، هذه القيم والمفاهيم التي نقاتل من أجلها. في أمان الله.